صباحكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعي برنامج صيف البحرين، صباح عليكم بخير في هذه الساعة اللي راح نقضيها معاكم في هذا البرنامج الصباحي. في البداية صباح الخير حمد. صباح الخير إيمان، صباح الخير لكل مشاهدينا. حلقة جديدة، فريق الإعداد جهز فقرات متنوعة لحلقة يوم الثلاثاء. وأكيد إيمان اليوم وصل أسبوع وفي خبر حلو أو غريب يعني شوي. امرأة أسترالية فازت باليانصيب، اوكي، ولكن لما راحت تستلم الجائزه، طبعا المبلغ وايد عود، 700,000 دولار، قالت لهم اني انا حلمت في الرقم. فقالت مره انتي حلمتي بشيء وتحقق؟ لا والله انت قد مره حلمت بشيء وتحقق؟ لا مو برقم اليانصيب. شنو حال هذه؟ هذا يكسر الصخر ما شاء الله. استراليه تقول لك يعني انا حلمت في الرقم بالضبط، والرقم دي لها 700,000 دولار، يعني مليون. خلت تعطينا الطريقة عشان أحلم في نفس الرقم وحصلة ثاني يوم. شنو فقرات نيمان؟ والله أول فقرة معانا حفل، مثل ما نعرف أن نظمت لجنة كفالة الأيتام في جمعية النور للبر حفل تكريم للطلبة الخريجين من الثانوية الذين تكفلهم الجمعية ضمن برنامجها بحضور رئيسة الجمعية الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة، ونائب الرئيس الشيخة لولوة بنت خليفة بن علي آل خليفة، ورئيسة اللجنة رحاب حمزة، وعضوات الجمعية وكل الطلبة الخريجين وعدد من أسرهم في الساحة الخارجية من الجمعية وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ألف ألف مبروك تخرجكم من المرحلة الثانوية، وهذه نقطة انطلاقتكم لمستقبل واعد من التعليم والعمل لخدمة بلدكم والعيش بمستقبل سعيد إن شاء الله. أتمنى أن لا تنسوا جمعيتكم، جمعية النور للبر، ونتمنى أن نسعد بلقائكم بين فترة وأخرى ونرى إنجازاتكم العظيمة ونفتخر بكم دائما وأبدا. فأبارك لكم وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن أنتوا توصلون بنفس الجهد وأكثر في الجامعة، وأبي أسمع عنكم كل خبر زين. الأشياء اللي نسمع عنكم تفرحكم، تفرحنا إحنا مثل ما تفرح أهاليكم، ربيتوا وأنتوا صغار عندنا، ونتمنى نسمع عنكم كل خير. أبنائي الطلبة، أنتوا اليوم في مفترق الحياة، اليوم أنتوا كلمتكم وتفكيركم وتركيزكم بتكونون محاسبين، تحاسبون الأنا مالتكم، النفس مالتكم، لتوصلون لأعلى المراحل. اليوم يوم اتخاذ القرار، أما إلى الصعود، أما إلى المكوث في الأرض، أما إلى الصعود، ولكن بإذن الله أنتم صعود بإذن الله. عودة مشاهدينا، تقوم مختلف إدارات الإدارة العامة للمرور بجهود متفانية ومتواصلة في خدمة المواطنين والمقيمين، ولا تهدأ جهود رجال المرور للوصول إلى مستخدمي الطريق بكل السبل والإمكانيات لنشر الوعي وتطبيق القانون والحفاظ على السلامة العامة. ويعتبر الالتزام بالحفاظ على سلامة المركبة أحد الأسس المهمة للسلامة على الطريق. خلونا نتابع هذا التقرير وراجعين لكم من جديد.
الحقيقة واجهت كل خير، وبصراحة الأمور متيسرة، والعاملين اللي هني على عيني وراسي. طبعا التسجيل الإلكتروني إنزين طبعا وايد أسهل من قبل، يعني أحسن ما تروح البريد وشي أنت جالس في البيت تسجل، خاصة هالفترة هذه بعد يعني تكون أسهل وايد من قبل بعد. وانا انصح الاخوان اللي عنده التسجيل حق السياره انه يقدم قبل 3 اشهر علشان يسهل على نفسه ويسهل على الاخوان في اداره المرور والترخيص، فما يكون مثل ما تقول ان عندك السياره بتسجلها او تامنها في نفس الشهر اللي هي فيه. خذ لك 3 اشهر علشان اذا في عندك مثلا اي عطل فني، وهم ما يقصرون معنا الحمد لله رب العالمين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا نكون معنا عبر الهاتف الرائد حمد الدوخي رئيس شعبة الفحص الفني. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صبحكم الله بالنور والشفاء إن شاء الله. صباح الخير في البداية ونرحب فيك. طبعا بالأول سؤال، يعني لا شك أن مستخدمي الطريق شركاء في تحقيق السلامة في الطريق، حدثنا عن ثقافة الصيانة الدورية للمركبات وأهميتها خصوصا في فصل الصيف، وشنو جهودكم في هالجانب؟ بدايه حبيت اشكركم على الاستضافه واشكر كافه الفاعلين على هالبرنامج. فمع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره لابد ان ناكد على اهميه اجراء الفحص الدوري في المركبه، وذلك حتى يضمن لنا سلامه امن ومستخدمي الطريق، ولابد ان تكون هناك وجود ثقافه لدى جميع اطياف المجتمع باهميه الصيانه الدوريه للمركبه، حيث ان تعتبر الصيانه الدوريه للمركبه هي مجموعه من الاجراءات احترازيه التي يجب نقوم فيها دوريا لضمان سلامة كافة مستخدمين الطريق، وأن الإجراء الفحص الدوري له أهمية كبيرة وبشكل مستمر، يعني لازم ما ننتظر لما يصيبنا عطب أو مشكلة في السيارة، بل لازم نواكب بشكل مستمر صيانتها. ومثل ما ذكرنا وأن في الأجواء الحارة ومع دخول فصل الصيف هناك عدة أمور لابد التأكد منها بشكل مستمر لضمان أمن وسلامة كافة مستخدمين الطريق، منها التأكد من صلاحية الإطارات بعدم وجود أي تآكل أو تمزق في الإطار، التأكد أيضا للإطار الاحتياطي أن يكون وضعه في المكان الصحيح له حتى يتجنب تلفه. أيضا في حال اقتناء الإطارات الجديدة هناك أنواع عديدة من الإطارات، منها الإطارات تتناسب مع الأجواء الحارة، إطارات تتناسب مع الأجواء الباردة، وخاصة في الخليج ومملكة البحرين تكون الأجواء الحارة لابد اقتناء الاطارات التي تتناسب مع اجواءنا، تتناسب مع اجواء الحاره. ايضا في حال اقتناء الاطارات التاكد من تاريخ تصنيع الاطار، يعني كل اطار له تاريخ صنع معين، نتاكد من تاريخ تصنيعه، كيفيه تخزينه قبل الشراء حتى نضمن سلامه الاطار نفسه. ايضا لابد التاكد بشكل مستمر من مستوى ضغط الهواء في الاطار، لان في حال اذا قل مستوى ضغط الهواء في الاطار يسبب في تقليل اداء المركبه. نعم. ايضا التاكد بعدم وجود اي تسرب، سواء تسرب في نظام التبريد حق المركبه، ايضا تسرب في الوقود، تسرب في اي جسم داخل من اسفل المركبه، لابد هاي بشكل مستمر نكون متاكد فيها وخاصه مع دخول فصل الصيف. ومن الجهود يمكن اللي تقوم فيها خاصه اداره الثقافه المروريه القيام بالعديد من الحملات التوعويه والتثقيفيه للتأكيد على أهمية الفحص الدوري للمركبات، وخاصة مع دخول فصل الصيف، سواء عن طريق اللقاء المباشر مع الجمهور أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، لو بنتكلم عن الإرشادات اللي تنصحون السواق باتباعها لإنهاء إجراءات الفحص الفني خلال هذه الفترة، وشنو هي الإجراءات الاحترازية والتسهيلات اللي قمتم فيها في مواقع هذه الخدمة؟ من الإجراءات اللي ننصح فيها السواق لإنهاء إجراءات الفحص الفني هي الاستفادة قدر المستطاع من الخدمة اللي قدمتها الإدارة العامة للمرور لكافة الأطياف في المجتمع بإمكانية فحص مركباتهم قبل موعد تسجيلها السنوي بثلاثة أشهر. نعم. مما يساهم في عدة أمور، منها التعرف على المشكلات اللي تكون في المركبة والعمل على تصليحها أول بأول أي غرامات إضافية. أيضا في حال استفادنا من ثلاثة أشهر بفحص المركبات راح يمنع تكدس أكبر عدد من المركبات في ساحة الفحص الفني، مما يسبب انتظار لفترات طويلة ويكون عبء سواء كان على السائق أو الموظف وخاصة في الأجواء الحارة. ومع الظروف اللي نمر فيها مع جائحة كورونا، في حال الاستفادة من الفحص المركبة قبل موعده بثلاثة أشهر يساعدنا أولا في تحقيق التباعد الاجتماعي تقليل سمح الله انتشار الفيروس، لأن للأسف ما زال العديد من السواق يربطون الفحص السنوي بنهاية شهر تسجيل المركبة. ومن الإجراءات يمكن الاحترازية اللي قمنا فيها في مواقع الخدمة، أولا تنفيذ قرار سيد معالي وزير الداخلية بإلزام جميع مرتادين الإدارة بارتداء الكمامات سواء كان على المراجعين او على الموظفين. ايضا يتم فرض وتوجيه المركبات في ساحه الفحص الفني من قبل سواء افراد الشرطه او الموظفين الى المسارات الصحيحه حسب ما اتفقنا. يعني اول ما تدخل السياره لساحه الفحص الفني يتم توجيه المراجع من قبل المشرفين وافراد الشرطه الى المسار الصحيح لتنفيذ الخدمه. وعند وصول المركبه لمسار الفحص الفني اولا يلتزم السائق بالتواجد والجلوس داخل المركبه، يعني ما يستدعي نزوله حق انهاء الخدمه، فقط تواجده داخل المركبه ويقوم الفاحص بفحص المركبه بالكامل. وايضا من الاجراءات قمنا فيها عدم الزام المراجع بتسليم شهاده ملكيه المركبه للفاحص، فقط قيام الفاحص بادخاله وربط السياره في جهاز فحص الكتروني وطابعه البيانات الموجوده عنده بالسيارة الموجودة على مسار الفحص. وبعد انتهاء عملية الفحص يتم تسجيل المركبة أما عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو تطبيق اللي هو الإيترافيك، يعني أول دخوله للإدارة حتى انتهاء الخدمة لا يستدعي وجود المراجع للمكاتب الإدارية، فقط فحص مركبته وبعدها دفع المخالفات وتجديد التسجيل السنوي عن طريق أما بوابة الحكومة الإلكترونية أو تطبيق الإيترافيك. نعم، خلينا نتكلم عن الخدمات المرورية اللي يمكن إنجازها عن بعد وغيرها من الخدمات اللي تستدعي الحضور الشخصي خلال يعني الفترة الحالية. أخوي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة، حيث سعت الإدارة بتحويل العديد من المعاملات إلى معاملات إلكترونية، كانت السابق إلزام حضور شخصي، لكن حاليا حولنا عدد المعاملات إلى معاملات إلكترونية بهدف التسهيل على المراجعين لإنهاء خدماتهم. ومن هاي الخدمات يتم تحويلها إلى خدمات إلكترونية، عندنا تجديد التسجيل السنوي للمركبات، دفع المخالفات المرورية، دفع الأوامر الجنائية، إصدار الشهادات، بدل فاقد أو تالف للرخص، تجديد الاحتفاظ برقم المركبة، أيضا عندنا تجديد رخص التعلم، أيضا حجز موعد حق امتحان السياقة، أيضا البحث عن معلم سياقة، تسجيل المركبات الجديدة من الوكالات لأول مرة هل تم تفعيلها أونلاين، تم تسجيلها من قبل الوكالة نفسها، يعني ما له داعي الوكالة أو المندوب أو المراجع، هي إدارة تسجيل السيارة مباشرة من الوكالة يتم تسجيل السيارة إذا أول مرة تم تسجيلها. أيضا محاضرات الحاصلين على رخص تعلم، كانت في السابق لازم حضور شخصي، حاليا لا، تم تحويل المحاضرة يتم إلقائها والاستفادة منها عن طريق الحكومة الإلكترونية. ايضا للتعليم عن سجل المركبات، اي شخص عنده مركبه يبي يتعلم عنها عن حاله المركبه يتم الاستعلام عنها عن طريق رابط الحكومه الالكترونيه او الاي ترافيك. وهناك بس ما زالت بعض المعاملات لازم حضور شخصي فيها، لكن هناك ايضا اجراءات راح تتحول هذه المعاملات مستقبلا الى معاملات الكترونيه. من هاي المعاملات يتطلب حضور شخصي على سبيل المثال تحويل ملكيه المركبه، تحويل رقم المركبه، اصدار رخص التعلم، تملك رقم المركبه، تصدير المركبة للخارج، مباشرة الحوادث، وتسجيل رخص وسائل النقل العامة ومعلومات السياقة ورخص العسكرية.
هذه ابرز المعاملات يتم تحويلها الكترونيا ويتطلب الحضور الشخصي. نعم. هذه اكيد بالنسبه حق المعاملات نفس ما تفضلت وذكرت، لكن اكيد الرائد عندك كلمه اخيره تحب انك توجهها للجمهور لمستخدمي الطريق. في نهايه اللقاء اشكركم على هذا اللقاء واود ان اشدد على اهميه اجراء الفحص الدوري للمركبه وخاصه خلال فصل الصيف وعدم التساهل بمعايير الامن والسلامه في المركبه، وفي النهايه نتمنى السلامه للجميع في كافه التنقلات ان شاء الله. أكيد الرائد حمد الدوخي رئيس شعبة الفحص الفني، كل الشكر لك على هذه المداخلة. شكرا لك. يعني مهم أن الواحد يحافظ على مركبته، صح. لأن في النهاية ترى الشارع يعني في خطورة. أكيد. إذا سيارتك أنت مو مجهزة 100% لطارات، مو 100% نفس ما قال، يعني لازم تتاكد ياخذون بعين الاعتبار. صح. يمكن من الامور اللي يعني حبيتها انهم ماخذين الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضمن هذه الامور عشان حتى يسهلون عليهم العمليه ويسهلون ايضا حق المراجعين او يعني اللي حابين ان يفحصون السياره وغيرها من هالامور. 100% صح. شلون نغير شوي يلا. اما الحين ننتقل لمدربنا خالد البستقي ونتعلم معاه اسهل التمارين الرياضيه اللي ممكن نسويها واحنا في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنشتغل على الجهة السفلية من الجسم، legs، أكبر عضلات عندنا في الجسم. راح نقويهم، والتمرين ذي بيفيدك إنك تتطور فيه، تطور تحمل العضلة عندك، لأن هي تحت ضغط وإن قاعد تتمرن أو تسوي أي شيء ثاني. عندنا تمرين واحد بتشغل فيه أو بتسوي فيه حركتين ويا بعض، حلو؟ عندنا اللانج وسكوات ويا بعض اليوم بنسويهم. بنخلص تكرار 8 من أول موفمنت، أوكي؟ عقب بنسوي لانج بوزيشن وإحنا واقفين، حركة جديدة بروكم إياها وايد زينة حق التحمل العضلي. بنسوي منها 16. عقب بنيود مكاننا في لانج بوزيشن حق 20 ثانية. التمرين اليوم طبعا نفس ما قلت بيعزز او بطور من قوة العضلة عندك وتحمل العضلة عندك. نبتدي نروح لانج بوزيشن. انا واقف اقدم اول شريلي اليسار، لانج بوزيشن ركبة اللي ورا تي تحت. اللي بسوي انا ذي الموفمنت لانج سكوات، لانج سكوات. اهم شيء لما بتنتقل من هالحركه اللانج حق السكوات، لاحظ انا شو ارفع الاصابع من الارض واتم على الكعب مالي. ليش اهوس على بطني دائما؟ على اساس تسهل من وورا. شو يصير دائما الكعب مرتفع عن الارض، فلاحظ سايد فيو، خلينا نقول هوب تر تر. حلو، نبتدي اسوي لكم راوند كامل جهه واحده، عقب انتم تسوون الباقي. نسوي 3-4 جولات. نبتدي لانش بوزيشن تايت، صدري فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي ثمان. الحين بيود في اللانج بوزيشن تحت، بتحرك قدام وورا 16 مرة. لاحظ خليك وياي، انزل ثبت، 1 2 3 4 ركبة لورا تحت، 5 6 7 8 9 10 no pain no gain، 11 12 13 14 15 16. اياود 20 ثانيه هني، تحس بالحراق. الحراق دي شنو؟ العضله قاعده تتشكل، عضله قاعده تصير اقوى تتحمل. هوب 20 ثانيه خلصنا هاي جهه واحده. نعيد نفس الشيء حق الجهه الثانيه بالضبط، اوكي؟ هاي بتكون مخلص جوله واحده. ريح لك دقيقه لدقيقه ونص، دقيقتين ما عليه، أساس ما تكرهوني. عقب عيد مرة ثانية 3-4 جولات بتكون زين حق اليوم.
يعطيكم العافيه. نشكر المدرب خالد البستقي على هذه التمارين الصباحية. مشاهدينا، فن الرزن هو أحد الفنون الجميلة اللي ظهرت وانتشرت في الفترة الأخيرة، حيث تستخدم في أعمال فنية ويدوية كثيرة كفن تزيين المجوهرات والتحف الفنية والأطباق وأغلفة الهواتف الذكية وغيرها من الأعمال التجميلية. خلونا نتعرف أكثر عن هذا الفن ومكوناته وكيفية العمل فيه مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ علي سرور، مدرب فن الرزن. رزن، صبحك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك. صباحك الله بالخير. طبعا الناس مو عارفه ليش احنا متحمسين، لان متحمسين ولابسين قفازات ما اعرف بنساوي احنا، بس انت بتقول لنا اليوم شنو احنا اليوم بعرفكم على ماده الرزن. عرفنا على الفن اول شيء، شنو هي ماده الرزن، كيفيه استخدامها، وين نقدر نحطها. قفازات للحمايه طبعا، هو ساعات نشتغل احنا بدون قفاز، بس الافضل ان دائما نلبس قفاز حمايه لنا. طبعا فن الرزن هو من الفنون الجميله اللي صارت الحين منتشرة بشكل كبير في البحرين، في المنطقة، حتى برا البحرين. هو عبارة عن مادتين احنا نخلطهم مع بعض ونضيف لها الألوان على حسب اختيارنا، نقدر نسويها شفافة، نقدر نضيف عليها ألوان. وطبعا تنحط مادة الرزن على تقريبا وايد أماكن، يعني نقدر نخليها مثلا على أرضيات، نخليها على خشب، نخليها على زجاج، على علب الهدايا وغيرها من الامور، على العلب الخشبيه مثلا، لان العلب الكرتون راح ينشال منها الرزن، فاذا العلب علبه خشبيه نقدر نخلي عليها طبقه رزن. الارضيات نقدر مثلا ندمج الرزن مع الخشب، مثلا هذه القطع هي خشب مدموج مع ماده الرزن. مثلا هذه القطع يسمونها تيرازو، اللي هو رخام صناعي، في حجر طبيعي وفي ماده الرزن وفي بودره الرخام، في عدة مكونات يعني. بس إن الرزن هو فن جميل كل واحد يقدر يسويه في البيت وسهل، والمواد ما فيها أي روائح، ما فيها أي خطورة. هو في خطورة لأنه مادة كيميائية ولها نقطة اشتعال اللي هي 150 درجة حرارة، يعني لما نستخدم الولاعة بعدين عشان نشيل الفقاعات لازم نحط بالنا إن إحنا ما نحاول نرفع درجة حرارة الرزن إنه يولع ويانا. بس بشكل عام هو ما في روائح، ما في أبخرة سامة، الواحد يقدر يشتغل في البيت في غرفة صغيرة، في غرفة عودة، ما في أي مشكلة. على حسب طبعا أكيد تعليمات اللي لازم تتخذها بعين الاعتبار. نعم طبعا. الحين بنبتدي، بس تشرح لنا شو بنخلط وشو بنسوي. طبعا احنا الأشياء الضرورية نحتاج رزن، نحتاج أكواب، نحتاج ستيكس حق الخلط، نحتاج ميزان. الميزان شيء ضروري طبعا. قبل أن نستخدم الميزان احنا نخلي الكوب، ولازم نشيل وزن الكوب من نسبة المقاصات. طبعا المواد هذه المنتج، كل شركة تنتج رزن، هذه بعدين حق الألوان راح نضيف عليها. طبعا كل شركة تنتج رزن لها نسب خلط مختلفة. طبعا المنتج اللي عندنا نسبة الخلط، كل 10 جرام من الرزن نحتاج 6 جرام من الهارد. مثلا لو سويت 100 احتاج 60. حلو، اوكي. وبهاي الطريقة الحين انا ببتدي. علي، وانت طبعا تبتدي وتشرح هذه خذ راحتك، انا بس تفضل. اي وياك. بس كنت ابي اسالك، انت تعلمت الفن من متى ابتديت تشتغل فيه؟ في 2019 كان فضول اني اتعلم على الماده، لان شفت وايد عنها وكذي وقريت، وبعدين اشتغلت فيها، دربت فيها، سويت ورشتين عمل في البحرين ما شاء الله. وبعدين حسيت ان انا احتاج معلومات زياده، فالله وفقني مع الشركه بالسعوديه، قدرت احضر عندهم هناك. طبعا رحت الرياض، حضرت عندهم ورش، علموني اكثر على المواد، يعني طبعا التدريب كان انا في المصنع نفسه. فدربوني على المواد، عرفوني على المواد، طريقه الاستخدام، الطريقة الصحيحة، الأماكن اللي نقدر نستخدم فيها، وبهاي الطريقة يعني. فبعدين كثرت زياراتي للرياض وكثرت دوراتي الحمد لله في البحرين. طبعا أنا قدمت دورات في البحرين، قدمت في الخبر في الرياض، في دبي، في أبو ظبي. طبعا كلها دورات رزن، كلها دورات مبتدئين. طبعا حضوري دائما أكثر شيء يكون فئة السيدات. هم اللي تحس مهتمين اكثر بهالفن، ولا حرام احس الرجال بعد والله مهتمين. حتى الرجال. بس نسبة الحضور اللي عندي انا اكثر. يعني حتى كزباين مثلا للمحل او ك
كزباين للورش. يمكن لانه جديد الفن دي، ممكن انه يعني للحين مو معروف بشكل كبير لدرجه ان الناس وايد تدخل فيه. هو ما كان معروف لانه كان في شح في المواد، فالمواد ما كانت متوفره. فالحين انا خلطت 100 جرام رزن، حلو، 60 جرام هارنر، خلطتهم يا بعض 3 إلى 4 دقائق لين ما نحس ان المادتين صاروا مع بعض. اخلطهم اخلطينهم كذي شوي شوي وحاولي تجمعين اللي على الاطراف الكوب وتدخلينه معاهم في النص عشان ينخلط معاهم. الحين نسوي كوب حق حمر. يلا. شلون تشوف الاقبال على هذا النوع من الدورات وهذا النوع من الفن علي؟ والله الحمد لله الاقبال وايد 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 ممتاز، الناس وايد حابين الشغله. في ناس وايد حابين مثلا انه ياخذون المواد هم يجربون في بيوتهم. يشوفون مثلا فيديوهات على اليوتيوب على الانستغرام ويحاولون يتعلمون نفسهم. في ناس حابين يطورون اكثر، مثلا يتعلمون اكثر اساسيات المعلومات، لان ساعات في تكون معلومات خفيه يعني. ساعات احنا نشوف فيديو يوتيوب او انستغرام نشوف طريقه الشغل سهله، بس في النهايه احنا لما تطبقها نطبقها تطلع لنا صعوبات. مثلا شوية تلاقي صعوبة. الرزن قبل لا ينشف مثلا ذره الغبار او شعره طبت خلاص، اذا ما شفناها بتنشف وتبين. ها تبين فوق وتبين فوق. نعم طبعا في طرق لحل هاي المشاكل طبعا، اللي هي مثلا احنا نصنفر القطعه وبتكون طبعا مشمخه القطعه، بس بعدين عقب ما نصنفرها احنا ننظفها نشيل الغبار نحط عليها طبقه رزن شفاف فترجع نفس مكانها واحلى من قبل. شفتك علي بعد يعني تحط على اكثر من نوع، مثلا الخشب الزجاج، شنو الاحسن للرزن اللي هو يعني المشهور واللي انت متخصص فيه اكثر؟ هو احلى شيء الرزن مع الخشب. مع الخشب يعني الدمج مالهم يصير وايد حلو، سواء كان على خشب ولا مدموج مع خشب نفس القطع هذه. إيمان وين وصلتي؟ أنا والله مستمتعة قاعدة أخلط الحين، حسيت روحي فنانة الحين. علي ترى عادي إذا تبيني بعلمك شلون. أوكي. أنا لا عارفة إنك قاعدة تخلطين شوية. الحين أنا اخترت الألوان، طبعاً اخترت الوردي والذهبي، اختارت لي مصورتنا دانا. وش قد تحط لون؟ اللون وكل ما قللنا إحنا نسبة اللون صار الرزن شفاف. حلو. أوكي. يكون مايل للشفافية. يعني أنا أقدر أحط بس قطرة واحدة عشان بس ألون الرزن. تعطي شيء. وأعطي تتش لون بسيط. معين. أو مثلاً أنا أقدر أكثر اللون، خاصة إذا أشتغل على قطع خشبية نفس هذه. أكثر الألوان الفاتحة خاصة مثلاً الوردي أو الذهبي. حلو. أو الأصفر الفاتح، عشان شنو ما يأخذ من قاعة القطعة نفسها وتبان عندنا في الرزن. في تكنيك معين. في تكنيك معين وبراويك انا براويكم بعدين. زين علي الحين انا احط ولا انطر؟ لا الحين تيش تسوين؟ هني نقسم الكميه اللي عندنا. طبعا خليني بس اتاكد ان خلطتك صح. من مساحه اخلط؟ لا تقول لي خلطتي مو صح على الهواء. لا 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 ان شاء الله صح. لا بس دائما احنا نتاكد، لان شيء يصير احنا ليش استخدمنا الميزان؟ اذا نسبه الرزن اكثر من الهاردنر ما راح تركيبه مو بتصير تركيبه مو بصح، فما راح ينشف. أوكي. اذا نسبه الهاردنر كانت اكثر من الرزن راح ينشف معنا بسرعه. طبعا عقب ما نخلطهم احنا عندنا من 45 دقيقه لساعه ليه ما يبتدي يتصلب شوي شوي، فبنشفتوا يصير نفس المعقم انه شنو ما يتحرك ما يتحرك. اوكي فهاي معناته ان احنا ما نستخدمه، او نشوف الكوب وايد صار حار. طبعا الكوب ما بيذوب بس نحس ان حراره الكوب صار حار شوي. فايش نسوي عقب ما يتفاعلون؟ لان هم يتفاعلون المادتين عشان يبتدون مراحل التصلب ويصيرون قطع يابسه نفس هذه. اوكي الحين احنا قاعد نقسم الرزن. انا اتوقع علي في هالفن كله شلون التكنيك المعين انك تخلط الرزن بالالوان صح؟ يمكن التطبيق شوي يكون اسهل. هو خلط الالوان طبعا انا دائما اقول اختيار الالوان درجه اللون دائما ترجع حق الشخص اللي قاعد يشتغل. حلو. يعني احتمال انا اسوي لون رغبتي انا في لون معين غير عن رغبتك انت يعني مثلا كانك تصمم او ترسم. اي فالابداع انا ما اقدر اعلم احد الابداع في الرزم. ما اقدر اعلم احد الابداع بس ان اقدر اعلمهم الاساسيات إن شلون يبدون في شغلة معينة ويقدرون يبدعون فيها هم بطريقتهم. رش هذه الكلينر أحسن.
اوكي. احنا متعودين عليه الحين. بس لانه مو نشف ما تحس العوز المكان. لا لا هو تشوفه اول ما تمشي اوكي. كانه مويه يعني في النهار. ايه. زين. زين. فاختيار الالوان. طبعا في الوان كانت قبل مثلا كنا نحصل يعني مثلا الوان بودره. الالوان البودره مشكلتها مع الرزن تحبب. فلما نخلطها تعبنا في الخلط. هذه الالوان المصنع قام يصنعها مخلوطه مع نسبه من الرزن فتكون جاهزه. وهاي زين ايش رايك جاهزة. علي عشان الوقت انت تشرح لنا افضل. أيوة. عشان يعني ما نتعبك صح. عندنا هاي اللون ايه ناخذه خلاص. مثلا احنا تبين نسوي وردي انت صح. أيه. تعرف بعد بنيه كل بتختار وردي. كل اللي نسويه نخلطه بهاي الطريقه نمسك اوكي. اجرب الذهبي معك. اجرب الذهبي بس زيدي شوي اللون لان الذهبي من الالوان الفاتحه. جرب العلبة شوي من الجلاس عشان لا يصير شفاف نفس ما قلت ممكن. إيه وطبعاً شيء ضروري يعني مثلاً الحين هاي الستيك اللي إحنا استخدمناه هني ما رد نحطه في اللون. أوكي. لأنه يخرب اللون. يخرب اللون. أوكي. هذه نقطة مهمة. نقطة مهمة هاي لازم الواحد لما يشتغل في البيت يحط باله. والألوان لازم إحنا نخلطها بطريقة حلوة عشان نتأكد إن اللون انخلط مع مادة الرزن. حمد قلنا أي لون تبي تشتغل فيه؟ أنا خلاص وياكم لأن الوقت عشان نختصر الوقت. إنزين. وياكم. إيش رأيك تأخذ هاي اللون؟ تفضل. بس هالمواد من وين تحصلهم علي؟ يعني متوفرين. متوفرين في البحرين. أنا عندي محل طبعًا. ومتوفرين أونلاين على موقعنا الإلكتروني طبعًا في متجر إلكتروني الشخص يقدر يختار فيه. الرزن الالوان اللي حبها القطع الخشبيه هذه طبعا كلها متوفره. حلو. يشتريها ونوصلها له طبعا في البحرين. الحين انا خلطت عليه. اوكي شوف صح اللي سويته. صح اللي سويتي. اشوى الحمد لله. احنا خلطنا الالوان. هاي اللون الوردي لازم يكون شيء سائل طبعا. القطع قبل لا نشتغل عليها مثلا خاصه النفس هذه نتاكد ان هي نظيفه ما عليها غبار ما عليها غبار ما عليها شيء. حلو. وطبعا نقدر تقدرين تبدين طريقه السكب شلون حابه تسكبين. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال يا ودي الكوب انت احسن. أوكي. حابه تحطين مثلا خطوط حابه تسوين دائره كامل مثلا لون الوردي كامل. أي. يكون مغطي وبعدين تسوي ورده تحطين مثلا خطوط بالذهبي ما يحتاج هذه. اوكي لان هاي كحول فبيأثر لنا. انت من عندك انت بتحطين؟ انا بجرب علي بس يعني حمسني يقول ما شاء الله. الحلو في الرزن انه هو يوازي نفسه. فاحنا الحين لما نخليه كذي خلاص هاي اللي كنت بسأل شلون تسوي مسطح كذي ستريت. هو يوازي نفسه. فانت تقدرين تحركينه بهاي الطريقه عشان شنو ينتشر بالصحن بطريقه صحيحه من غير ما انا ادخل واحط اي اداه ثانيه. ايه. يعني طبعا اسوي الحين انا اتوقع هالشيء انت بس حاولي انه ما تجيبينه لفوق عشان ما يعتبر برا صح. اشوف عشان تأكد عشان لنا إذا إحنا ما خلطنا اللون بطريقة صح. راح تنشف القطعة بس اللون ما راح ينشف. أوكي. لأن اللون نفس ما قلت لكم هو لون مركز يتم كذي يتم رطب نفس السؤال. أي. فتنشف القطعة كاملة بس المكان اللي ما انخلط فيه اللون يتم في الحالة شو تسوي لها مثلا ممكن تنظف في النص. تتنظف بالكحول. أوكي. يعني انشفت القطعة مثلا فيها مكان ما نشف الرزن لأنه ما كان مخلوط صح طبعا يصير مع الكل يعني انا اصير معاي يصير مع اي شخص ثاني. حلوه صارت. أيه. انا ما تشوفني ساكته لاني مستمتعه. زايدين شوي اللون نسبه الرزن. لا اي زيدي الرزن شوي في الهاي عشان يوصل لك حق الاماكن الباقيه اللي ما وصلت له. حلو. بس احنا في النهايه القطع هذه احنا حابين نجملها. ما نبي نترسها لفوق رزن. ايوه اوكي. فنحتاج احنا بس نغطي السطح تحت عشان يعطي جماليه للقطعه بدل ما هي تكون قطعه ما فيها اي لون يعني ما حتى فيها الكميه أي حياة. تفرق صح علي. الكميه تفرق طبعا. علي عاد مدحني يقول لنا صح. لا ما شاء الله صحنك وايد حلو. انا انتظرك تخلين الذهبي وبعدين. الله هاي الذهبي على ذوق دانا. الحين دانا لازم تقول لي دانا شلون تبيني احط الذهبي كذي نفس الكيكه. زين الحين ذهبي تقدرين مثلا يا تصبينه او تاخذين مثلا بالستيك. اوكي انا بسوي حركه دانا. يلا دانا الحين دامك انت مياوده كاميرتي تشوفيني الحركه اللي تبينها صح. لا يبي لي اخذ كميه. حمد تقدر تزيد شوي اللون. اوكي تزيد شوي عشان يتوزع اكثر. اوكي
الله انا مستمتعه. انا ما تشوف لي يعني الحلو الحين الحلو انه يعني في سهوله في الموضوع يعني لانه فيها يعني الوان اتوقع اذا إيه؟ لون واحد ما تبين وساعات حتى قطع مثلا احنا نستخدم فيها لون واحد بس يكون لون مثلا مميز مثلا انا احب الاسود لوني المفضل يعني قطعه بس يكون فيها بس لون واحد اسود تكون ساعات وايد حلوه القطعه. وسؤال موضوع اللمعه هذه من اي ماده الرزن نفسه؟ ايه ماده الرزن. اوكي إيه. انا ودي اسالك علي الحين نعم. اقدر انا اسوي اخذ العود واسوي هاللون ولا تقدرين تسوي إيه نعم إيه هاي الحركه طبعًا انا طبعا ساعات احنا نقدر حتى نسوي هاي الحركات إيه حتى تفضل. في لون واحد لو احنا نستخدم ميتاليك على سبيل المثال هنا لو انا اسوي هاي السوين التموجات هذه راح تبقى مع الالوان الميتاليك ينشف على هذه الرسمه إيه. طالما ان احنا مو مكثرين كميه الرزن أوكي. بس اذا كميه الرزن زايده مع الحركه مع الوقت مع لما ينشف راح تتحرك شوي ويانا بس اذا كميه الرزن على سطح بسيطه ما عندنا اي مشكله امرني حمد الحين قطعتك انت اوكي يصير الحين بعد ازيد الذهبي حاول بالستيك توصل بس للاطراف الزاويه عندك هناك في فراغ هذه الستيك اي بس تدفع شوي الرزن يوصل للأطراف تقدرين زيدين الذهبي إيه أنا من كذي تسحبين الذهبي على الوردي مثلاً أقدر إيه يعني مثلاً بالستيك تفضل نقدر نسوي مثلاً كذي الله فنسحب الذهبي شوي عيل بزيد الذهبي عشان أسحب الحين براويك أنا فنانة في الرسم ما شاء الله عليك بس اصبر ده كذي ديب خلاص الموضوع انا لحن في البيزمنت يعني إيه فانا بسوي بعد كميه هني عشان اقدر اسوي هاي القطع هني عشان اروي المشاهدين يخلي المشاهدين يشوفون صدق احنا يمكن قاعد نسوي اشي بس اكيد هو طبعا الرزن يعلمنا شيئين اول شيء الصبر اي والله كي والدقه وايد صابر يبي له صبر لان الدنيا وانا هني اذا خربطنا عفسنا الدنيا تبي تخلط وياه ذهبي حمد حط فوق الازرق اي احنا علي الصراحة ودنا ما ودنا تخلص الفقرة بس على ما انت تجهز نطلع فاصل ونرجع لك ونشوف شو تسوي ان شاء الله على ما تجهز هذه الامور أوكي. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من الإدارات المهمة اللي تقوم بمجموعة من المهام المتعلقة بالتراخيص الصناعية للمؤسسات والقضايا اللي تمس الممارسات اللي قد تضر بالتجارة في مملكة البحرين وإلقاء الضوء أكثر حول دور هذه الإدارة يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المهندسة سوسن أحمد الحمادي رئيس قسم العلاقات الصناعية والدعم بإدارة التنمية الصناعية صباحك الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيك صباح استاذة. النور يا هلا مرحبا صباح الخير في البداية أول شيء استاذة كلمينا عن موضوع اللي هو التراخيص الصناعية شنو قبل ما أتكلم عن التراخيص الصناعية طبعا حابة أشكر لكم إتاحة هذه المساحة أن احنا نعرف بخدمات إدارة التنمية الصناعية وبوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قبل أن نتكلم عن التراخيص الصناعي حابة أعطي فكرة عن شنو مفهوم المشروع الصناعي المشروع الصناعي هو أن احنا نحول المواد الخام الأولية لمواد كاملة الصنع أنه يطلع عندي في النهاية منتج أو أنه يكون عندي مادة نص مصنعة أنا أحولها حق مادة كاملة الصنع اللي هو يكون عندي منتج نهائي الترخيص الصناعي هو عبارة عن شهادة تطلع من إدارة التنمية الصناعية تخول المستثمر الصناعي أنه هو يمارس النشاط الصناعي مثل ما نسميه إحنا المدخل الرئيسي حق المشروع الصناعي جميل يعني بسألك أستاذ اليوم شنو هي الطريقة للتقدم بطلب الحصول على الترخيص الصناعي في مملكة البحرين؟ الطلب اللي هو يكون عن طريق أونلاين اللي هو سجلات يدش المستثمر يملي البيانات والمطلوب منه يختار النشاط الصناعي والمنتجات اللي راح ينتجها
إدارة التنمية الصناعية تدرس الطلب في مدة ما تزيد عن 5 أيام، تطلع له اللي هو في البداية موافقة مبدئية، بعدها ياخذ موافقة الجهات الثانية، أحياناً تطلب موافقة الصحة، البيئة، البلدية. عقب ما ياخذ الموافقات هذه من الجهات الثانية نصدر له الترخيص النهائي اللي هو الترخيص الصناعي. جميل. هنتكلم مثلاً عن النصائح اللي من ممكن تقدمينها لصاحب التراخيص. من المهم أن صاحب الترخيص الصناعي أو المنشأة الصناعية يلتزم بالنشاط اللي هو مذكور في الترخيص الصناعي، يعني بينتج منتج معين لازم يلتزم بإنتاج منتج معين، ما ينتج منتجات مو موجودة في الترخيص الصناعي. لازم يلتزم بتاريخ بدء الإنتاج، لأنه لما يقدم حق الترخيص الصناعي يعطينا تاريخ معين استميتد مثلاً أو متوقع متى بدء الإنتاج، فلازم يلتزم بهذا التاريخ. ما يترك المنشأة الصناعية من غير ما يخبر إدارة التنمية الصناعية على أساس ما يحط روحه في موقف اللي هو يتعرض لمخالفات بحسب قانون التنظيم الصناعي. نعم، بالنسبة حق هذه النقطة يمكن نسمة تفضلت وذكرتي، لكن بالنسبة حق نقطة ثانية، لو بنتكلم عن ما هي شهادة قيد في السجل الصناعي، دائما نسمع عنها لكن ما نعرفها هي. شهادة القيد في السجل الصناعي أو احنا نسميها شهادة التسجيل الصناعي، الغرض منها أساسا نحن نعرف تكون عندنا معلومات أو مثل ما تقولين قاعدة بيانات بكل المنتجات اللي تنتجها مملكة البحرين. شهادة التسجيل الصناعي بعد تصدر من إدارة التنمية الصناعية بحسب القانون عقب 60 يوم من الإنتاج الفعلي للمصنع، عقب ما يأخذ ترخيص صناعي ينتج يشتغل المصنع 60 يوم من الإنتاج الفعلي، يتقدم للحصول على شهادة التسجيل الصناعي. الشهادة تطلع من إدارة التنمية الصناعية، يذكر فيها اللي هو الترخيص الصناعي، المنتجات اللي ينتجها، الطاقة الفعلية للمصنع. حلو. خلينا نتكلم عن نفس الموضوع بما أن تكلمتوا عن القيد في التسجيل الصناعي، المتطلبات خلينا نقول عشان تحصل على هذا الترخيص. عشان يحصل التسجيل الصناعي، طبعا احنا حابه اذكر هني ان تقريبا 95% من خدمات اداره التنميه الصناعيه تكون خدمات الكترونيه. يقدر صاحب المنشاه الصناعيه انه هو يدش على موقع صناعه اللي هو industry.bh، يعبي استمارة اللي هو التسجيل الصناعي، في بعض البيانات المتطلبة اللي يحط مثلا عندنا الآلات اللي يستخدمها، المنتجات اللي ينتجها، يحط الطلب في النظام. عقب اللي هو موظفين الإدارة يدرسون الطلب، يسوون زيارة ميدانية حق المصنع، يتأكدون أن فعلا المصنع يشتغل ينتج نفس المنتجات اللي مرخصة له، وتصدر له شهادة التسجيل الصناعي. أستاذة، شنو هو الوقت الأقصى يمكن للحصول على هذه الشهادة أو شهادة القيد في السجل الصناعي؟ الحد الأقصى لا، ما تأخذ وقت طويل. الحد الأقصى تقريبا 14 يوم عمل من عقب ما هو يعطينا كل البيانات اللي احنا طلبناها في الطلب. يعني نحسب 14 يوم من استيفاء البيانات الشروط. بالضبط. هنتكلم يمكن موضوع شوية مختلف، الموضوع اللي هو الإعفاء الجمركي، خلينا نتكلم عنه في هذه الجوانب. أي الإعفاء الجمركي طبعا هو أحد الحوافز اللي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمستثمرين، هو يكون إعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة. طبعا السبب ان احنا ان وزارة الصناعة والتجارة تعطي هذه الحافز لزيادة القدرة التنافسية للمصانع، ويكون الإعفاء على مدخلات الصناعة. في طريقة بعد أستاذة حق الشخص يقدر يقدم طلب عشان يتم الإعفاء الجمركي، صح؟ أو شغلة هو طريقة التقدم بالطلب، هو أول ما يكون عنده ترخيص صناعي هو يكون مؤهل أنه يحصل الإعفاء الجمركي. بنفس الطريقة على موقع اللي هو industry.bh يدخل المستثمر، يملي البيانات، يحط الآلات اللي يبيها، لأن مدخلات الصناعة تشمل اللي هو كل الشيء أنا بستخدمه عشان أنتج المنتج النهائي. آلات، معدات، مواد خام، قطع الغيار اللي حق نستخدمها حق الآلات، يحطها في استمارة الطلب، ندرس الطلب، وبعدين يمنح اللي هو الإعفاء الجمركي، يكون فترته 2 سنين قابلة للتجديد طول فترة قيام المنشأة، يقدر يستفيد من هذه الإعفاء الجمركي. دور من أدواركم المهمة هي يعني حماية الصناعة المحلية. أنتوا شنو الإجراءات اللي تسوونها عشان تحمون هذه الصناعة المحلية وتكون موجودة وما تتأثر؟ في عندنا اللي هو القانون رقم 48 لسنة 2011،
بالموافقة على قانون اللي هو مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية. يعني لما نتكلم عن الصناعة الوطنية وحماية الصناعة الوطنية، أنا لازم أقول إن أنا الصناعة الخليجية بعد. لأن المنتج الخليجي بالضبط، المنتج الخليجي في النهاية نعتبره منتج وطني. صح. فإحنا دائما نحث المصانع اللي متعرضة مثلا حق ضرر في أي نوع من ممارسات الضرر في التجارة الدولية، سواء كانت إغراق أو دعم، في عندنا على موقع وزارة الصناعة والتجارة حاطين الاستمارات، يقدر يملي هاي الاستمارات ويتواصل على أرقام التواصل اللي موجودة بعد على موقع الوزارة. إحنا نوجه المصنع شو يسوي ونتواصل وياه حتى عن طريق الاستمارات، ونتواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكتب لمكافحة ممارسة الضرر في التجارة الدولية لمجلس التعاون على أساس نسوي له شكوى لحماية المنتجات. المنتج. يعني أستاذة في الفترة الأخيرة دائما نشوف شعار صنع في البحرين، وهالشعار طبعا أنا لما أشوفه أستانس، فكلمينا عن هذا المشروع وشنو أهمية لما يكون في ستيكر أو في شغلة مكتوب عليها صنع في البحرين. أي يعني هو إحنا عندنا مشروع اللي هو صنع في البحرين يكون على جزئين. يمكن أول جزء اللي هو يكون تصوير أفلام صنع في البحرين. أفلام صنع في البحرين طبعاً إحنا هاي الموسم الثالث، هاي السنة الثالثة لتصوير أفلام صنع في البحرين. قامت وزارة الصناعة والتجارة بتصوير ومنتاج طبعاً أفلام وثائقية للمصانع. سنوياً يتم تصوير من 10 إلى 12 فيلم، يتم بالتنسيق مع وزارة الإعلام عرض هذه الأفلام عبر قنوات البحرين الفضائية للتعريف يعني وللترويج للمنتجات البحرينية. يتم تصوير خط الإنتاج المنتجات هذه كلها. انتهينا من تقريبا من تصوير 22 فيلم. هاي الموسم الثالث للأسف توقف بسبب الظروف والجائحة، ما يعني البيئة مو بمناسبة ان احنا نواصل في تصوير هذه الأفلام. شلون شفتي ردة الفعل لهذه الأفلام وفائدتها وصولها يعني المعلومة اللي انتم يعني حطيتوها من البداية؟ والله فائدتها كبيرة، هي فائدتها للترويج حق المنتج البحريني والصناعة البحرينية. بس برجع لك على موضوع اللي هو علامة صنع في البحرين. علامة صنع في البحرين هي بعد جزء من مبادرة اللي هو صنع في البحرين، هي مينلي للترويج بعد حق المنتجات البحرينية. ان احنا نحط على المنتج مثلا صنع في البحرين، في وايد ناس ما تعرف ان مثلا هاي المنتجات الغذائية تصنع في البحرين ولا هاي المستلزمات الطبية، فوايد حلو ان احنا نحط هاي العلامة صنع في البحرين. الهدف الأساسي مثل ما قلت هو للترويج للمنتج البحريني، بالإضافة إلى عدم استغلال اللي هو علم مملكة البحرين للأغراض التجارية. حتى متطلب اللي هو وضع علامة صنع في البحرين، بعد ممكن اللي هو المصانع يدشون على موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ويسجلون للحصول على شهادة تخولهم أنهم يستخدمون علامة صنع في البحرين. متطلباتها سهلة جدا، أن يكون عندهم شهادة تسجيل صناعي صالحة، والمحتوى المحلي ما يزيد عن اللي هو ما يقل عن 35%. تصدر له الشهاده وبعدين بسهوله يقدر يحصل علامه صنع في البحرين، اللي هي عباره عن علم البحرين لوجو معين يحطه على المنتج الصناعي. بالضبط. وايد حلو تشوف هالشيء. اي انا افتخر لما تشوف شغلات موجوده ان شاء الله نشوف اكثر منتجات واكثر هالشيء. يعني وايد نفتخر لما نشوف والله منتج. انا شخصيا لما اروح اشوف شيء في صنع البحرين اكيد باخذه قبل اي شيء. بالضبط. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طبعا اكيد يعني استاذه مهندسه سوسن احمد الحمادي رئيس قسم العلاقات الصناعيه والدعم باداره التنميه الصناعيه، كل الشكر لتواجدك وحضورك معنا لليوم. يعني فعلا احنا تعرفنا على الاداره وعلى الامور اللي تقوم فيها، فاكيد تشكرون على هذه الجهود. شكرا. شكرا لك، نورتينا. الله يسلمك. اكيد تتنوع مشاهدينا الهوايات والمواهب، لكن تبقى ممارسة كرة القدم هي الهواية الشعبية الأولى مو بس في البحرين لكن في العالم. فقرتنا اليوم تتناول هواية قليل من الناس تعرف عنها من خلال طبعا عبد النبي الجردابي دخل عالم التصوير الحشرات مع الهاوية أمل عبد الله. خلونا نتابع. وسط أنغام أصوات البلبول والعصافير وبعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس تبدأ رحلة هواية غير عن كل الهوايات. تتنوع الهوايات من شخص لآخر، البعض يعشق البحر والبعض يعشق الجو، وفي ناس تعشق الطبيعة.
أمل عبد الله هاوية التصوير للطبيعة وبالذات تصوير الحشرات الزاحفة والطائرة. أمل مارست هذه الهواية من سنين عديدة وخاضت فيها تجارب متنوعة وتحملت معاها مشاق كبيرة. بالرغم أن أمل خريجة جامعية وتحضر للدكتوراه وبعد أنها موظفة إدارية، هذا الشيء ما خلاها تتخلى عن حبها الأبدي والركض وراء التصوير عشقها الصغير. هذه الهواية تحتاج للصبر وتحمل التعب حتى تحصل على لقطة حلوة تحمل معاها للمستقبل التوثيق وأحلى الذكريات. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد هالتقرير للحديث أكثر عن هذه الهواية. يسعدنا استضافة الهاوية أمل عبد الله. صباحك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك. صباح الخير أمل. صباح النور. في البداية التقرير يعني اللي سواه عبد النبي، أنا دشيت على حسابه وشفت أنتي ميودة دودة أو شيء، بقى شوية توكلينة معقولة، آخر شيء طلع غشمرة الحمد لله. هذه خلف الكواليس. خلف الكواليس. فكلميني اول شيء عن هذه يعني المايكرو تصوير هذا الشيء بالنسبه للبحرين شيء جديد او نادر، خلينا نقول كلميني عنه. طبعا تصوير المايكرو هو مو شيء جديد، هو شيء موجود بس قليل اللي يتجه له. احنا هنا عندنا يمكن قليل. طبعا اي انا شنو السبب اللي خلاني ان انا اتجه له؟ لانه هو مجال غير مستهلك. في الغالب ان احنا نشوف اغلب المصورين يتجهون لتصوير الاطفال، الموديل، الطيور، الطبيعة، لكن قلما من يتجه إلى تصوير الماكرو أو الحشرات. فقررت أن أنا أتميز في هذا الجانب و ما شاء الله عليك مبدعة. بس يعني احنا نعرف ان تصوير الحشرات بعد يبي له قلب أمل. يعني انا عن نفسي ما اروح هالمجال يعني. فشلون يعني ليش اخترتي الحشرات بالتحديد؟ يعني ما تخوفتي من الموضوع انك تكونين موجودة وقريبة منهم وتاخذين لهم صور؟ هو في البداية بعد طبعا ما راح انكر كان في تخوف خوف، لكن حبي لعالم هذا الحشرات وفضولي كسر هذا حاجز الخوف. في البداية كنت اصور الحشرات اللطيفة، اهم شيء اللطيفة مثل الفراشات. بعدين مع مرور الوقت وصلت الى الحشرات المرعبة اللي يسمونها حاليا ترعب الفتيات، اللي مثل الخنافس، العقارب، بعضهم بعض الاحيان الصراصير يعني. لا امل لا. وحبيت ان انا اتميز فيه يعني جانب مختلف عن الجوانب الاخرى يعني. حلو. خلينا نتكلم يمكن وين تحصلينهم ذلين يعني. اوكي اللي قلتي اخر واحد اللي يخافون منه هذه موجود. حتى تونس باقيين تخافون منه. في ناس يخافون منه. هو طبعا في البدايه اول ما كنت اصور رحت اصور للمزرعه، لان كان عندي رابط الحشره بالمزرعه باللون الاخضر. بس مع مرور الوقت اكتشفت لا، لكل حشره بيئتها الخاصه. في حشرات تعيش بالقرب من الماء، وفي حشرات تعيش بجانب الصخور او الرمال، وفي حشرات تعيش في الخشب نفسه مثل النمل والصراصير الخشب. صح. بس يجب علي ان انا احدد الحشره والبيئه المناسبه. فتبذلين مجهود عشان توصلين للحشره نفسها. فلو مثلا بعطي مثال، لو قررت ان انا اصور اليعسوب اللي هو بالعام احنا نسميه البوبوشير، فلازم اروح على بيئه قريبه من الماء. حلو. لكن اذا انا قررت ان انا اصور العقارب فلازم اروح لبيئه صخريه او بيئه رمليه، لان العقرب يخش روحه تحت الصخر او يدفن روحه تحت الرمل. فيفضل ان انا مسبقا ان اختار البيئه والحشره عشان اوفر عليه الوقت والجهد. يعني تدرسين يمكن مكان وبيئه الحشره قبل ما تروحين تصورين؟ طبعا. يعني امل الحين بتطلع بعض الصور يمكن من تصويرك، يعني ما شاء الله نفس ما تفضلتي وذكرتي تصورين حشرات مختلفه، ويمكن هذه بعض الصور اللي قاعد نشوفها على الشاشه. امل هل في معدات معينه تركزين عليها لما تطلعين تصورين حشرات؟ امل هاي الصوره عورت قلبي. طبعا هاي من الصور يعني المميزه عندي وحصلت فيها انتقادات وايد.
انتقادات انه يعني حشرات في النهايه. النهايه حشرات شو ومدلعتهم انت. ايوه مدلعتهم يعني قريبه منهم امل، يمكن هاي الشيء احنا بنات محببين لقلبي. امل بالنسبه حق المعدات، لو برجع بسالك، هل في معدات معينه حق هذا النوع من التصوير؟ طبعا اي تصوير يحتاج الى كاميرا وعدسه واضاءه. تصوير المايكرو يحتاج الى كاميرا احترافيه، لكن عدسه مو احترافيه، لازم تكون عدسه متخصصه. شنو الفرق ما بينهم؟ عدسة المايكرو تأخذ تقريب قريب جداً، ويتميز ألوان الصور ذات تشبع، يعني الألوان تكون متشبعة وايد وذات جودة عالية في الصور. بالنسبة للإضاءة، نحتاج في التصوير إلى نوعين من الفلاش، التوين فلاش مع الرينج. هذه ميزتهم شنو؟ يركبون مباشرة على العدسة وتكون الإضاءة قريبة من مستوى الحشرة، فتعطي جودة الصورة وايد جميلة وايد عالية. مثل ما نشوف قدامنا في الصور، صراحة صور وايد حلوة. طبعاً هذه من فراشات الليمون اللي أنا كنت ما أعرف شلون أصورها، صعبة علي. بعدين اكتشفت إن لا، خروج الفجر خليها ثابتة وتصورها براحتي واتمكن من ان اطلع صوره متقنه. هذه كنت بساله ان موضوع اللي انت بتصورين ايش قد وقت ياخذ لك، لما يعني نفس ما قلتي حشره معينه تدورينها انت تروحين ذي، ايش قد ياخذ لك الوقت عشان تصورين سيشن مثلا حق نوع من انواع الحشرات؟ والله يعني هو في اندور وفي اوتدور، بس الاوتدور يعني على حسب حظي، يعني اذا حصلتها زين، لان بعض الحشرات تتميز بشنو؟ ان هي تتخفى وتتموه، هي اما تتخفى عن الاعداء او ان هي صياد فرائسها. بطرح مثال بعد على ذلك، انه مثلا في عنكبوت اسمه عنكبوت السلطعون. ليش سموه سلطعوني؟ لانه عنده عيون تشبه القبقب، والاطراف الاماميه اطول من الاطراف الخلفيه. فهاي لما يحط على زهره نلاحظها انه مع مرور الوقت انه هو يكتسب لونها. فلما اي حشره تجي بتتقدى على الزهره، مثلا نحل، فما راح تشوفه. فعلى طول راح هو ينقض عليها ويلتهمها. اللي يختلف يتحول الوان مع هاي يعني من الصعوبات اللي تواجهينها دائما، يمكن في انك تسلطين الضوء على هذه النوع من الحشرات. امل راح تنعرض الحين بعض الصور، يمكن انت ما تدرين عنها، بس فريق الاعداد احنا عندنا ما شاء الله مجهز لك صور بنتكلم عنها. هذه الصوره هاي احدى الهوايات الاخرى يعني. بالضبط، هاي احنا فاجئناك. اي طبعا. فتكلم لنا أكثر عن هذه الهواية. طبعاً هاي هواية أخرى، يعني هي الفري دايفنج، الغوص الحر. في البداية يعني ما كنت حابة هاي، يعني ما كنت عرفت شنو، فالفضول خلاني إن أنا أحب أجرب. يعني أنا في طبيعتي أحب أجرب الأشياء الغريبة شوية. طبعاً الأغلب كلهم يغوصون السكوبا بالأكسجين، فأنا قلت لا، خلني أجرب القوس الحر من غير أكسجين، هل بقدر؟ في تحدي، كله يقولون ريايل إنهم ما يقدرون يسوون، نسوان ما يقدرون يسوون، فقلت لا خلني أتميز شوي، والحمد لله تمكنت. ما شاء الله عليك. فكرتي تصورين تحت البحر بعد ولا؟ لا، أصور تحت البحر. تصورين البحر. بس لحد الآن ما يعني احترفت، بس قاعدة أصور تحت البحر. حلو. ما شاء الله عليها موهوبة. ما شاء الله عليها تتحكى بالعدول. لكن يعني وايد عندها مواهب يعني وطاقات. انتاج عود. فكلمينا عن موضوع نفس ما قالت تصوير تحت الماء، يعني كذا شخصيه الاستوديو هنا وكان عنده هذه الموهبه، هل ممكن انت تنمينها يمكن في المستقبل تحت الماء؟ طبعا بما ان الحشرات يعني عالم مختلف. عالم بعد ثاني. طبعا تصوير تحت الماء يحتاج الى معدات بعد خاصه، يعني غير عن اللي انت غير عن اللي انا استخدمهم، معدات خاصه. يعني لو انا بنزل كاميرتي غاليه، راح انزلها لازم صعبة. احتاج ان انا احط لها هدوم، ان ما يدشها ماي، اضاءه صح. معينه. لو كنت بعد بتخصص في الماكرو تحت الماء، بعد هاي تحتاج لعدسات معينه ان انا اصور تحت الماء. فيختلف طبعا تصوير الماء عن التصوير العادي. امل عبد الله، اكيد نشكرك على تواجدك هنا، واكيد هاي الموهبه غريبه علينا لكن حلوه وايد، ونتمنى لك كل التوفيق. واهم شيء هذه لا تاكلينهم يعني ولا الاكل ذلين. انا بس ودي اقول الله يعينك على المواقف اللي تنحطين فيها يعني امل وقت التصوير. يعطيك العافيه ونورتينا. مشكوره. ننتقل الحين حق علي، وين وصلت في اللوحات وفن الرزن؟ هلا بكم. الحين انا جهزت هني ثلاث قطع، والقطعتين اللي انتم اشتغلتوا عليهم، وعندي قطعه ثالثه هناك بعد. احنا عقب ما نخلص التشكيل، مثلا لو بنسوي حركه مثلا او شكل معين مثلا في الرزن، نخلصه ننظف القطعه
نحتاج التورتش. خلني أجيك علي، أنا أحب ذي الفن، فخلني أجيك أشوف شو سويت. إنزين. طبعاً في شيء مهم إحنا لازم نوضحه للسادة المشاهدين إن الرزن هو كيميكال، فلا نقطة اشتعال. حلو. نقطة الاشتعال هي 150 درجة حرارتها. إحنا ما نبي نوصل ل 150. فحين أنا خلصت القطع نظفته، كل اللي أحتاج أسويه إن أشغل ولاعة أمررها بهاي الطريقة. ما أعرف إذا باين للكاميرا بس يعني صراحة لازم تشوفه من فوق هني. أنا بحاول إذا يصير أيود ال أتوقع لأن لحم مو ما نشف الحين هو يحتاج 24 ساعة. حلو. لما يتصلب. بس يعني سويت حركات جديدة علينا علي، شلون قسمت اللونين مع بعض؟ هذه الفن. هذه سر المهنة. هو قال لك لا شيء بسيط بسيط. لا ترى هو ما يبي له سر مهنة ولا شيء، يعني أقدر أراويك إياها الحين دقيقة واحدة. اوكي عشان بس توضح الفكره. اي عشان حتى المشاهدين يتعلموا، لان احنا تعلمنا اللون اللي يكون كامل. بالضبط. اوكي ما علي، الحوادث حوادث الحوادث تحدث. اوكي في من الذهبي اذا تحتاجه مثلا الحين انا اكو عندك ذيل صغير افضل. اي صح. خلينا نقول مثلا انا بسوي هني اسود. حطيت اسود نفس ما قلت انا الرزن يوازي نفسه، فهم لما يوصلون يا بعض بلصقون في بعض يلتقون في بعض يلتقون في بعض. بس شلون نسوي فيد ولا بروح ثلاث الوان وبروحه يصير بروحه يصير فيد، لان بعض الالوان تكون ثقيله بعض الالوان تكون خفيفه. حلو. اوكي ايمون بروحه يصير فيد، يعني ما يحتاج يعتمد. يعني مثلا هاي سيلفر، بس السيلفر لانه وزنه اكثر اوكي فداش تحت الازرق. أيوة فالازرق. أيوة صار درجته شوي اخف، صار في تباين في الالوان. يصير احط الذهبي بعد الحين عندنا الذهبي، خلينا نقول مثلا بنحط ذهبي هنا. عاد عاد انا دائما اختار لك الاشياء الصعبه ترى علي. صار شعار البوكيمون ذي كنا دشوا الحين على بعض فصار في شيء تباين الالوان. الذهبي الذهبي مع الوقت احتمال ينزل شوي زياده اوكي، لان وزنه اكثر من الابيض والاسود. الله. اوكي حلو. حتى وزن يمكن اللون نفسه يلعب دور في هالموضوع. إيه صح نعم. علي اي لان كل لون لميسته لوزنه غير عن الثاني. فاحنا عقب ما نخلص وهذه الحركه تفيد عشان شنو علي بالضبط؟ عشان الفقاعات. الفقاعات هي تطلع وقت الخلط، وقت اللي نضيف الالوان، فهذه تشيل الفقاعات ما يكون كلير. بس خلني اشيل. فبس الولاعه احنا ما نبي نحرق الرزن، لان ساعات مثلا اللون الابيض او اذا كان شفاف ضربنا ولاعه وايد راح يحترق. طبعا هاي التاثير، هاي تاثير الكحول. انا استخدمت المنظف هاي الكلينر. اوكي فحطيت رشيت عليه هني فعطى تاثيرات عشوائيه في. أيوة. يعني في طرق مختلفه عشان تتزين. في طرق تتزين. مختلفه في مثلا انا ألوان بس ابي المشاهدين يشوفون. يصير نرفعها شويه علي؟ يصير نرفعها. تشوف هالكاميرا؟ اي الله. اوكي بس هي بتتحرك لان الحين هي الحركه. والله احنا يعني صراحه استمتعنا مع فن الرزم والرزن، واستمتعنا معاك وتعلمنا شغلات جديده انا وحمد. احنا من اني هالستيج حمد نتعلم شغلات جديده. سوينا فيه اشياء غريبه. اي اكيد. يعطيك العافيه علي، ما قصرت. ومشكورين وان شاء الله استمتعت. بالعكس استفدنا وايد وتعلمنا وايد ونورتنا. صح نورتنا اليوم. نتمنى لك كل التوفيق. اكيد مشاهدينا ان شاء الله مشكورين ما قصرتوا. تسلم. وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم بكره. مع السلامه. مع السلامه.